احنا كلاحظوا الارقام في ترافع ديال عدد المصابين بكوفيد، وهذا الشيء يمكن طبيعي نظرا لفتح الاجواء والاستقبال وللحركات السياحيه اللي كاينه داخل المملكه، ولكن لابد ما نحتاطوا في هذه الفترات المقبله، الفتره ديال العيد والفتره ديال الصيف، لابد كذلك ما يكون واعيين ان احسن وقايه من هذا الوباء هو الجيست باريير اللي خصنا نحترمهم، وكيخصنا كذلك نكون واعيين ان اللقاء كيلعب واحد الدور كبير في الحمايه من هذا الوباء، في الحمايه من نشر هذا الوباء.